إذن السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا الآن كنتواجدوا في نواحي مدينة الدار البيضاء مع واحد السيدة اللي هي سيدة أرملة، يعني عندها 3 ديال الدراري. السيدة هذه يعني ملي توفى الزوج ديالها تقريبا 6 سنوات هذه وهي كتعيش العذاب، هي المعيل الوحيد ديال العائلة ديالها، وبعد الجيران والناس يعني اللي واقفين مع السيدة منهم هاد السيدة هذه. السيدة هذه يعني عيات، ضاقت بها الأمور، كبرات ما بقاش قادرة تخدم على وليداتها، مرضات، ساكنة في كوخ، يعني كتعاني من الوسخ، من البرد، من القطرة، يعني أي حاجة خايبة تقدر تصوروها فهي عايشة في هذه السيدة هذه. لالا غادي نعطيك الميكرو، مجموعة من الناس كيشوفوك، مجموعة من المحسنين كيتسنتوا ليك، يعني تقدري تعاودي القصة ديالك من الأول قبل ما يموت الزوج ديالك، ومني مات يعني كيفاش حياتكم تدهورات، كيفاش انت وليتي المعيلة الوحيدة ديال البنيتة ديالك، توصلت بك الأمور أنك عييتي ما بقيتيش عييت، قادرة. انا مريضة بزاف، انا مريضة. بقا كي نخدم كنخدمها في الديور، كيكون كعطيو لي 400 ريال، ما دار ليا والو. ما ترى اللي تكرفس بزاف الحوايج، كيدخل ليا القطرة وانا كنلقى البانيوال، كنلقى الصولة، كيدخل ليا الماء بزاف. مكرفسة انا بزاف، وحوايجاتي عامرة ليا الماء. السكنة ما كنعش انا، الليل كنكون فايقة، كنلقى البانيوال، كنلقى الصولة، كنلقى كلشي، كيدخل ليا الماء. مكرفسة بزاف. شحال عندك الوليدات؟ اجل هاد وليديات واخا وراجلك امتى مات؟ خلينا ب6 سنين باش مات. 6 سنين باش مات. اه قطع ملي في مات السا راجلك كنت مكرفسة، كرسة بزاف. شكون كيعاونك؟ شكون كيعاوني كيساعدك؟ حتى شي واحد، كنخدم كيك في الدول، كيعطوني 400 ريال، كدير ليا والو. واخا انت دابا باش كطالبي؟ باش كطالبي؟ كنطلب المحسنين يعاونوني، يشري شي دويرة كيكواك باش نعيش فيها انا وليداتي. واخا لالا غادي نعطيو الميكرو لهاد السيدة هادي اللي هي يعني كتعرف الحالة ديالك عن قرب، هي اللي اتصلت بينا باش نجيو نصورو معاك، يعني مدة 5 سنين وهي مراقباك، كتعاونك على داكشي اللي قدرها الله، يعني تا هي راه الإنسان كيعيا، اتصلت بينا باش يعني يشوفوك الناس يتعاونوا معاك. غادي هي اللي يعني كتعرف تكلم أكثر، دابا انتي راه داكشي اللي في قلبك راه قلتيه، كتجيك الخلع، عرفت ما كتقدريش تعبري اكثر، فهي عارفه حالتك اكثر، هي اللي تقدر تشرح للناس كيفاش المعاناه ديالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا وسهلا بالجميع، تحياتي تحيه مسائيه ليليه لجميع النظاره الكرام اينما تواجدوا، جميع الاشراف، جميع المحسنين، جميع الطيبين، جميع الفاعلين الجمعويين، جميع المواطنين المغاربه الاحرار. أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة الزهراء العلوية، فاعلة جمعوية في عدة جمعيات، والسعدية بالنسبة لي صديقتي قبل ما نكون أنا كنعطف عليها لوجه الله، كما حنا كيعطف علينا الله عز وجل، وخصنا نتعاطفوا فيما بيننا كمسلمين وكدولة إسلامية. المهم هاد السيدة أنا كنعرف الحياة ديالها، وغادي نعطيها لكم يعني ماشي بعجالة إنما باختصار. هاد السيده يعني قبل الوفاه ديال الزوج ديالها كيعاودوا لي ان راجل طيب، وكان ما مخليها حتى شي حاجه وما مخصصها حتى شي حاجه، لكن بعد وفاته اصبحت السعديه تعاني الويلات مع 3 الاطفال. الكبير 17 سنه الان، ولكن راه كان صغير يعني من مات الوالد ديالو. اما البنات هما راه باقين قاصرات، تقريبا 11 12 سنه 10 سنين اولا 9 سنين، باقيين صغار بزاف. ف السعديه كتعاني، كتعيش في شبه كوخ، ما متوفرش ليها حتى ظروف العيش، والله تعيش مع العنكبوت والصراصير والفئران، يعني بكل صراحه. ف انا ما كنعش من جهتها، كنتالم داخليا وما عمرني نسيتها، وهي تقول لكم يعني بالقليل ولا بالكثير، ولكن يد وحده اخواني اخواتي راه ما كتصفقش، راه ضروري من العون، ويد الله مع الجماعه، ضروري من العون. وانا كنوجه نداء 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 لكم، للامه الاسلاميه جمعاء، المغاربه الاحرار، كنوجه لجلاله الملك محمد السادس نصره الله الرحيم الاول بعد الله في هذه البلاد، السدة العالية بالله، الإنسان صاحب القلب الطيب والأب الحنون،
الانسان الكريم اللي كيحس بالضعفاء وكيوصي على فعل الخير واللي كيحس بالفقراء هو حقا امير الفقراء كما انه امير المؤمنين. انا كنوجه نداء ليه ولجميع الاحرار والمحسنين والطيبين انه ياخذوا هذه الحاله هذه بعين الاعتبار وبعين الشفقه وبعين الرحمه كمسلمين، لان والله انتم غتشوفوا الحاله راه لا يرتى لها، راه ما كتلقاش ما تاكل السيده، راه ما كتلقاش ما كتاكل. عاد انها كانت دابا قبل كتخدم ب 20 درهم 10 دراهم حتى 600 ريال 1000 ريال حتى 2000 ريال كاع نقولوا، شنو دير لها في هذا الزمن هذا؟ ضو ما صير على الاطفال مرض اي حاجه جات. عاد احنا في ظروف الان في ظروف كورونا، يعني العمل المنعدم شبه منعدم خصوصا كان عندنا الحجر الى اخره. فالسيده والله راه ما كتلقاش ما تاكل يا اخواني، راه ما كتلقاش ما تاكل. وشوفوا حاله اللباس، شوفوا حاله الوضع راه جد مؤثر جد مؤثر. ما كانش عندها الضو وقفت مع انا تدخلته، وما كانش مع عندها الماء دخلت مع وقفت معها انا، يا كتسعد هذا الشيء كاين باذن الله حتى دخلت لها الماء. وهذا الشيء ماشي انا كنقولوا افتخارا زعما انني درت، والله ما انا حتى انا انسانه بطبعي وبكوني انسانه في الانسانيه. انا ماشي هذه الحاله اللي متبعه، راه متبعه حالات اخرين، ولكن انا ما يمكنش ليا لوحدي لان انا عندي تنايا اسره وعندي الى اخره، فانا اناشد كما انني اشكر شوف تي في على هذه الفرصة التي منحتنا وعلى هاد التلبية اللي لبات. وكنطلب الله سبحانه وتعالى أنه يزيدها في العطاء وفي الخير وفي النماء، وأنها تكون إن شاء الله كتوصل الحقيقة للناس وللعامة. خاصي مجموعة الناس كتسول على رقم الهاتف، فين هو التليفون بنتي؟ هذيك النمرة التليفون ماري خديجة، يلا قول النمرة بنتي. ولي قولي النمرة بنتي. 06 06 38 67 01 13. واخا واخا لالا عطينا كلمة أخيرة ديالك ولا باش كطالبي باش نختمو الفيديو. 06 38 67 01 13. المهم قولي لنا اختي باش كطالبي اخر حاجه كطالبي بها؟ يعني بغيت محسن يعاونوني، انا مكرفسه بزاف السكنه، انا ما كيدخل ليا الماء بزاف ما كنعش، السكنه كيدخل ليا الماء بزاف ما كنعش، انا كنبقى فايقه حتى الصباح مكرفسه بزاف انا الحوايج. بغيتهم يعاونوني ويصلحوا، بغيت يمشيو ليا شي دار ولا شي حاجه يعاونوني على وليداتي ان شاء الله يكون الخير، ومجموعه من الناس يعني يتفاعلوا معك ويتعاونوا معك باذن الله ان شاء الله. ونتمنى كما قلنا يكون الخير وربي كبير.